وحضرتك مع مستمعنا لرأيين، رأي من الجانب القانوني يعني نقدر نقول ان هو بيؤيد لحالات معينة او بيؤيد لأسباب معينة، والرأي الآخر من جانب احد ايضا الأعضاء البارزين في مجلس النواب النائب ضياء الدين داوود اللي بيرفض تماما هذه الفكرة. تعليق حضرتك. طب اولا انا بس برد على الاستاذ ضياء، انا بتكلم بقول ثلاث انواع للطلبات دي على سبيل المثال وليس الحصر، يعني مش هنقعد نقول 1000 طلب، دي حاجه. الحاجه الثانيه زميلي النائب ذكر ان الصندوق ده بيخش له 850 مليار و790 850 مليار بالظبط، بيصرف مليون، بيصرف مليار و400 مليون في عجز 300 وشويه. لا يا فندم، 650 مليون جنيه. طيب من اين ناتي بهذا المبلغ الضخم؟ هنرجع تاني نقول الميزانيه تتحملها، ده احنا عندنا عجز في الميزانيه واصل ل 12% يا جماعه. لا وما حدش قال على فكره الميزانيه تتحملها، ولا حتى النائب ضياء الدين داوود قال، لا قال اعاده هيكله، قال اعاده الهيكله، الموازنه او اعاده هيكله. آه. بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لازم احنا بنحل دلوقتي حلول ناجزه، عايزين لما نتكلم بكلام فعلا يمكن ان يطبق على ارض الواقع، ونتكلم بكلام فعلا ناجز، وبلاش المزايده بكلمه معاناه الناس الغلابه، لان الكلمه دي بقت تستخدم في كثير من الامور. كلنا مع المواطن الغلبان، مفيش حد فينا ضد المواطن الغلبان ابدا، ومفيش حد سياده النائب ما تقطعنيش. طب ادوله بعد اذنك، مفيش حد ابدا ضد المواطن البسيط، مفيش حد ابدا عايز يحمل على المواطن البسيط، بالعكس. بس خلينا نتكلم بواقعية، خلينا نتكلم بقى بواقعية بعيدا عن الكلام المغلف بالشعارات الرنانة. خلينا نقول هو الرسوم دي العشرة جنيه اللي هيتحملها المواطن البسيط، اللي هيتحملها المحامي اللي بياخد من المواطن البسيط أقل حاجة 1000 و2003، فالعشرة ولا العشرين جنيه دول مش هيحملوا على المواطن، بالعكس هيدفعهم من المحامي. دي نمرة واحد. يبقى نبعد عن كلمة المواطن البسيط، أنا ما بحملهاش. حضرتك افترضت إن هي 10 20 جنيه. هو بيقول لك على الطلب 10 جنيه. وافرض إن هم يعني الطلبات زادت. ماشي يا فندم، هتبقى 100 طلب، يعني في قضية فيها 100 طلب. مفيش الكلام ده. كبير أتخن قضية كبيرها 10 طلبات مثلا. 10 طلبات. 100 جنيه. 100 جنيه. هو بدل ما هياخد المحامي بياخد في القضية 3000 جنيه. ال 100 جنيه مش هيخليهم 3100، اللي هيدفع 3000 هيجي على ال 100 ويقف. ولكن تعالوا بقى نتكلم كلام منطقي وكلام واقعي. حضرتك عندك عجز 650 مليون في هذا الصندوق، قدامك حل من الاثنين، لا تفرض هذه الرسوم، لا اما تاخد من الموازنه، لا اما تعيد هيكله. طيب الهيكله اللي حضرتك هتعيد هيكلتها دي ازاي، وتكون واقعيه وتكون ناجزه عشان نقدر نطبقها، يرجع فيها لوزاره العدل. تمام، لو الوزاره قدرت تقدم لنا مشروع أو حد من النواب قدر يطرح مشروع لإعادة هذه الهيكلة بحيث نوفر هذا العجز الموجود في الصندوق، أنا أول واحد إيدي على كتفك. طب حضرتك ما تطلبش ما يعني ما طلبتش ليه من وزارة العدل أن تعمل على هذا الأمر في الفترة القادمة؟ فندم كلنا طلبنا، إحنا دلوقتي عندنا خيارات، بنقول المتاح. إيه المتاح دلوقتي؟ مش المتاح بقى الأسرع. أو الأسرع، أو المتاح هو الأسرع. المتاح عشان نقدر نوفر هذا العجز الموجود، لا اما هنأثر على المستوى الصحي للقضاء وخلينا نحط كده القضاة دول بين قوسين. هتقول لي ما هو المعلمين بين قوسين، اقول لك معالي معاك، المعلمين بيعانوا مظلومين، بس لما المعلمين يعانوا مظلومين نسعى ان احنا نرفع من عليهم الظلم، مش نسعى عشان نظلم القضاة عشان هم كمان يعانوا. يبقى بدل ما عندنا مؤسسة فيها معاناة بقوا مؤسستين. يبقى بوظنا التعليم وبوظنا القضاء. لا ما ينفعش، احنا الاصل ان نصلح الخطا مش نخلي الصواب خطا. يعني حضرتك مع كمان ان احنا نرفع بقى فيما بعد يعني المعلمين طبعا، وكل طبقات الشعب اللي بتعاني يجب ان تعيش عيشه كريمه، وده حق يكفله الدستور لكل مواطن. بس نرجع لقضيتنا، احنا امام مشكله حقيقيه اللي هي 650 مليون جنيه عجز في هذا الصندوق. لا